عليكم، معكم مستر شادو. واليوم نديرو رياكسيون على التراك ديال القناوي كيما جات. المهم بالنسبه للقناوي برع لنا شحال هادي، واليوم رجع لنا بتراك جديد وديجا راه توحشناه فريمون. داك السيد الله يعمرها دار ديال بصح، ونشوفو شنو عطينا في هاد التراك هذا. المهم بداو الرياكسيون ديالنا. اول حاجه كتبان ليا القناوي كيما جات برود باي سي جي اوفيسيال كليب 2024. اوكي نبداو ونشوفو البلان كي داير. ايوا ديريكتد باي شهاب عبد الله. ايو فريق برود باي سي جي مانجر فريشو محمد. اوكي انا عاوتاني القناوي مريح ليا حدا البحر كيتامل حيد عليا. هادشي الجلسه ديال بنادم مهموم ديال بصح. كيما جات دخلت للسبيطار لقيت الناس مفرشة القص، ناس خاصة الراضي وناس خاصة القبص وناس خاصة قلب غير خدمت شاب نقص. بغيت نوريكم البلان مشي جبعام ديال الحبس. صورت انا جبت لنا داك البلان ديال واحد النهار ما عاد كان طرا شي بلان ومشى للسبيطار، ومني بدا كيصور فحال هكا طن ومي فهمتي فحال دورو عليه وتشد فيها كان مسكين ضرب فيها الحبس. مي الحمد لله دابا راه ربي طلق سراحو، ونتمنوا يرجع لنا القناوي فهمتي كما كان في الاول. فريمون السيد هذا زعما ماشي نقولها ليه زعما دابا من بكري راه الله يعمرها دار وحق الله. الناس كتوجع قال لك انا يا ظالم لصقوا لي خمسه ضحايا وحق الرب العظيم. شي قال لك لصقوا لي خمسه ديال الضحايا وحلف عليها من الفوق كاع. اوكي ما قايز فيهم شي واحد غير الحساب القديم غاوي مشوني صح على صراط المستقيم. قال لك ديك اللعيبه ديال زعما راه ما قاص فيهم حتى شي واحد واخا هكاك صيفطوا علاش راح يتصور داك الشيء في السبيطار. اوكي الشيطان الرجيم اعوذ بك يا رب فيما نظر على شي حاجه اللي كدار في القلب. كتحسبوني بحال باغي لهاد البلاد الحرب وانا باغي غير الكرامه والبيس والحب. قال لك هو باغي غير الكرامه والبيس والحب. اوكي ناري جميل. عاتي القناوي بس على دي ما سمعته عاتي ملي رجع دابا يا سلام فكرنا في ايام التراكات زوينين. وبان ليا التراك هذا مقصر واقيلا تيماتيك، بان ليا مقصرو تيم. جميل جميل فحال كان كيعاود على ديك الغبره اللي كان غابر عندنا شحال هادي في التراك هذا. انا مشيت للحبس صغيرت شي حاجه واش المواطن منكم ما بقاش خاصها حتى حاجه. راه حنا رواب العود حنا ماشي لقاجه والناس راه محتاجين علاج ومعالجه. كيما جات جات ما عرفناش شنو شنو الرفران هذا واقيلا شكون اللي طاب الراس حيت تراك سميتو كيما جات. فين غادي بات الا جات جات ويلا القناوي عنده واحد ستيل عالم عرفتي في الرفران سمعتي غير بلاصة الحبس ويقول لك ديروا حل فهمتي زعما لقاو الحل. جرح ما عنده فصول حتى كنديرها انا واحد كيمتني الواحد هاك شد هاد الامانة. قال لك زعما شي جناح ما كاينش الفصل ديالها فهمتي حتى كيديرها زعما القناوي وعاد كيلصقوها فهمتي بحال كيزيدوها. ناري نوطة واعرة هادي. ان شاء الله فيرك ليان صولو في السنزانة ويلا باقي شي ما سمعت على مولانا. ساعه ساعه في النهار هي باش كتحرك ما باغي تاقي الشر ناقل وري ونشرك. عرفتي لاحظتوا واحد القضيه عرفتي القناوي باقي فهمتي بداك الستيل القديم ديال زعما كتشد الكتاب كتبقى تكتب ولا ما عجباتك شي حاجه كتباري. واغلبيه دابا كتشوف زعما روابا كله الطريقه ديالو كيفاش كيكتب. كاين اللي كيكتب بي سي كاين اللي كيكتب بالتليفون كاين اللي كيكتب بالطابليت. هنا كنشوفوا القناوي فهمتي باقي في الاصل ديال الراب كيما بدا ستيل ورقه وراه ما عندك. حكي هرب كيجي درب سكت سعليتي يعني فكروف علاش انا في الحبس حيت صور سبيطار هذاك اللي كلا اول المرضى راه مصور مليار. هو خارج على الاطار وانا ضاربني قطار شكون اللي فينا خطر يا حما انا اللي حوار. عرفتي هنايا دار الكومباريزون بينو هو واللي شافر زعما البلاد ضارب الملاير زعما هو غير صور سبيطار واش داروا ليه. وداك اللي شافر الملاير راه ما داروا معاه والو باقي عايش بخير. زعما لهاد الدرجه قراراتي خطا ياك ما كنتش كائن حر نازل من الفضاء. قال لك زعما علاش القرار ديالي زعمايا ياك ما خطر فهمتي زعما حسب راسه هو بحال شي واحد نازل من الفضاء. يا حكومه حاسبك ناوي
من الاعداء واش قمع ولا تبع ولا قدر وقضاء كيف جات جات ما عرفنا الرفران واحد شكون اللي طاب الراس فين غادي مات الى جات هاتي هاد المورس هذا ديال التصنطلي فهمتي وكلشي بيبليك كبير كلشي يشعل بريكا ولا يجيب التليفون ناري غطلع واعره غير بلاص الحبس ديروا الحل راه الناس وعاد ديروا الحل شدام ورا شدام وسدام ورا سدام وصدام ورا سدام اش غتصد واش انت قدا وعاد تقصح من عدا والعودة صعب العودة راه يطول ليك المدة ويمشي يضربها بالبدا واو شي كيعاود لينا فهمتي على داكشي اللي كان طاري فهمتي فاش تشدوا اللعيبات وهذا واه عرفتي انا كيبان ليا التراك هذا راه قصة واقعية من الاخر كيصور الملاير غيفهم ليك الظروف غتقول المريم كي داير غيضحيو بليك الخروف كلشي عارف لي طاير ومركبين في الناس الخوف تهضر زوين ولا تعاير غتشوف الويل غادي تشوف الفلو الفلو ديال القناوي يونيك من الاخر هي والظروف غنصلحها انا راه ما ناويش الوقوف على ما ربنا غني الخال المصروف خويا هاك البنانة اللي هاك البنانة انا نفكرني بداك التراك عالم وهاك البنانة اكادير وا قليليني في هو قال قليليني في ونلقاس حلا داعي نقص في عالم علي زويبي وهنيني مستعي كيما جات جات ما عرفنا شكون اللي كات شكون اللي طاب الراس تشوف هاد الرفران هذا خاصك دير ليه بحال هكا الناس وعات ما بقاتش كي كانت جميل والله الا كليب جميل وطراك وار اي عليك يا القناوي والله الا رجعتي زوينه ديال بصح عرفتي بهاد التيماتيك هذا وتيماتيك من القلب فهمتي وديال بصح وداكشي واقعي جميل انا الدرون عاوتاني قناوي كيما جا ديريكتد باي الشاب عبد الله ايوب فريح البرود ديال سي جي برود واعره ديال بصح والمناجر فريشو محمد المهم تراك كيما قلت لكم جميل ديال بصح صراحه انا بعدا تمزكت ليه فهمتي وتعاود تمزك ليه وتيم نقي كيما كنقولوا واش نقول لكم تحيه كبيره لاي واحد حط يديه في هذا البروجي هذا فريمون بروجي مزيان ديال بصح ونتمناو بالقناوي ما يبقاش يخبر عنا مره يبدا يلوح لنا تراكات وينوع علينا فهمتي مره قصرنا تيم مره بغينا نكتشفوه ما تعرف القناوي نكتشفوه في الدريل يعطينا شي حاجه الهربه ديال بصح فهمتي بغينا نشوفو بزاف بزاف ديال التراكات من عند قناوي وفريمون هاد السيد هذا والله تدرويش ويستاهل ولد الناس صراحه وديجا راك تصورت ليه واحد الفلوق شحال هادي راه تلقاوه في الشين كان دارز هنايا في واحد لاسين دارت في كازا فريمون داز الهربه ديال بصح المهم لا فامي هادي كانت الرياكسيون ديالنا على التراك ديال قناوي كيما جات الا كنتي انت ولا انت اول خطره تفرجوا فيا المهم الا عجبكم بلان نزلوا لتحت وخليوا لنا واحد لايك وسبسكرايب ولي كومونتير راه كنقراهم كاملين وشكرا لكم بجد المهم ما نطولش عليكم كان معكم مستر شادو والسلام عليكم